السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة سعاد تي في. كنتمنى من كل قلبي هذا الفيديو يلقاكم وانتم في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غادي نقترح لكم ميني كيكات في الشوكولات، كيجيو رائعين رائعين رائعين، أحسن كيكات في الشوكولا ممكن تحضروا. كيجيو هشاش اسفنجيين رائعين جدا، تحضرهم في مولات فرديين او في مول عائلي، النتيجه واحده، اي كيجيو اكثر من رائعين. اول خطوه ناخذ المول اللي غادي نطيبو فيه، ندهنه بالزبده، كاوكاو يكون عندنا محمر، نطحنه بشكل جيد حتى هكا يولي فيه هكا يعني طحين بحال الطحين، باش هكا ما يلصقو ليناش الكيكات. غادي نخليو القوالب ديالنا على جنب وندوزو لتحضير الكيك. قبل ما نبداو بالمقادير، فكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم الزوينه، الله يفرحكم ويجازيكم بكل خير. فعلى بركه الله، كيف ما شفتوا معايا، في اناء وضعت بيضه واحده بحراره المطبخ، وضعت معها نصف كاس من السكر، وغادي نخلط بخلاط يدوي جيدا. ممكن تطلعوا الكيك ديالكم بخلاط كهربائي، كما ممكن تخلطوه بخلاط يدوي، النتيجة كتكون واحدة، يعني ان الكيك كيجي ممتاز ورائع. من بعد ما كيتفتح ليا اللون ديال البيض، كنضيفو نصف كأس من الزيت. بالنسبة للقياس كله غادي يكون بكأس العنبة، ممكن تاخدو اي كأس هكا يكون ديال القهوه ولا اي كاس، عبروا به، غير ما يكونش صغير بزاف، يكون السعه ديالو في النواشف 100 غرام وفي السوائل 150 غرام مليلتر عفوا. خديت نصف كاس من الماء الدافئ، وضعت عليه ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان، غادي نخلطهم ونخليهم على جنب هكا الدوبليه داك قهوه سريعه الذوبان. على الخليط ديالي غادي نوضع ملعقه من المربى المشمش، ممكن تودعوا مربى الخوخ، ممكن الفريز، اي نوع ديال المربى متوفر عندكم. غادي نخلط قهوه سريعه الذوبان وغادي نوضعها. بالنسبه لقهوه سريعه الذوبان، اذا عندكم القهوه معصره ولا مطيبه ممكن ديروا نصف كاس، النتيجه واحده فقط، تكون مصفيه من داك الضغط اللي كيكون في القهوه. من بعد ما خلط جيدا، غادي نضيف ملعقه من الكاوكاو او الفول السوداني اللي مطحون، وغادي نوضع واحد جوج قرقاعات هكا يا مقطعين قطع، يعني طريفات. بالنسبه للقرقاع واخا يبقى باين، كاوكاو كنهرمشوه حيت كاوكاو كيكون هكا رطب وكيجي زوين فاش كيجي باين. غادي ناخذ واحد المصفات وغادي ناخذ الدقيق. بالنسبه للدقيق، دائما في الكيك ديالنا من الاحسن يكون مغربل، وعاد نضيفوه وحنا كنغربلو هكا باش يجينا الكيك ديالنا زوين ويجينا خفيف. فوضعت كمية من الدقيق. بالنسبة للدقيق غادي نحتاجو كأس وربع، وضعت نصف الكمية ديال الدقيق، وغادي نوضع جوج أكياس من بودرة الكاكاو. بالنسبة للكاكاو، سواء كانت عندكم ديال العبر أو لأي نوع ديال الكاكاو ممكن تعملوه. بالنسبة لما متوفرش الكاكاو، ممكن ديرو الشوكولات بودرة أو الشوكولا البودرة الحلوة اللي كنوضعو مع الحليب. غادي نغربلوهم ونبداو نخلطو شيئا فشيئا. وبالنسبه للدقيق، دائما كنضيفوه بالتدريج، وغادي نضيفو خميره ونصف ما يعادل 12 غرام، وغادي نخلط بشكل جيد ونستمر بالخلط. ودائما نضيفو بسيطه مصفات باش كيسهل علينا الخلط، سواء خلطنا بخلاط يدوي او بخلاط كهربائي. كنستمر بإضافة الدقيق. فالدقيق الخليط ديالنا رفد لينا كأس وربع ما يعادل 125 غرام. كنضيف وكنخلط دائما، والقوام ديال الكيك أنا غادي نقربو لكم قدر المستطاع باش يوضح لكم. فالقوام ديال الكيك ما يكونش قاسح، باش ما يجيش الكيك هكا تقيل وهكا يجيكم دقس أو لشي حاجة. القوام ديال الكيك يكون جاي ما بين خفيف وقاسح، باش الكيك ديالنا كيجي ناشف وكيجي زوين. غادي تشوفوه معايا باش نقربكم من القوام ديالو أكتر.
القوام ديال الكيك ديالنا هو هذا. فاش كنرفدوا الخليط كيبقى غادي خيط واحد ما كيتقطعش كيف كتشوفوا معايا، وكيخلي لنا هكا واحد التموجات. انا هنا صبيته معكم باش يوضح لكم. فما شاء الله واحد الخليط اللي كيجي ناعم وكيجي زوين. فبالنسبه للحبيبات اللي كتشوفوا فيه، فالحبيبات ديال الكاوكاو او الفول السوداني مع القرقاع. غادي ناخذ القوالب ديالي وغادي نبدا نضيف فيهم ملعقتين من الخليط، يعني كنعمرو دائما الربع ديال القالب باش كيجينا هكا واحد الشكل اللي زوين، ما كيفيضو ليناش وما كيجيوش هكا عاوتاني رقاقين بزاف. بالنسبه اللي ما كيبغيش الفول السوداني ما يرشوش في الاسفل، ممكن ترشو الدقيق اولا الكاكاو. دائما انا اغلبيه في الكيكات ديال الشوكولات كنرش هكا في المول الكاكاو او بودره الشوكولا الحلوه، كتجي زوينه وكتجي هكا الكيك ديالنا كيجي لذيذ بزاف بزاف. بالنسبه لهاد القوالب فالقياس ديالهم اذا عبرتوا من الاسفل 8 ديال السنتيم ومن الاعلى 10 ديال السنتيم، سواء كانوا عندكم كيتفتحوا او لا هكا مسدودين، ف كيجيو زوينين. يعني اي نوع عندكم ديروا فيه. بالنسبه انا هنا دايره معكم في اللي مفتوحين واللي لا. الكميه ديال الخليط كتخرج لينا 10 ديال الوحيدات. بعد ما ملات هكايا غادي نزين من الوجه هكا بالقليل من الكاوكاو. هو كل ما كان كاوكاو كيجيو لذادين وكيجيو زويونين. كنقادو هكا في القوالب، يعني الخليط ضروري يكون مصل للجوانب. ندخلو الكيكات ديالنا الفران اللي مشعول من الاسفل نار مهيله حتى كيطيبوا وكيكونوا على هذا الشكل. دائما قبل ما نخرجوهم تاكدوا بان طايبين تماما من الداخل. بالنسبه للوقت اللي كياخذوا لينا تقريبا كياخذوا لينا نصف ساعة هكاك، ولكن على حساب الفران ديال كل اخت. كنحيدهم من القوالب هما مازالين دافيين وكنحطهم هكا على واحد الشبكة. بالنسبة من الاسفل كيجيو على هاد الشكل، كيجيو اسفنجيين وكيجيو رائعين. كنتمنى يكونوا واضحين ليكم. غادي نزيد هكا نتقبل الكيكات ديالي واخا هما اسفنجيين وغادي تسقيوهم وغادي تشربوا يعني بسرعه قوه مهشاشين. غادي ناخذ قهوه سريعه الذوبان هكا مع القليل من الماء الدافئ وغادي نسقي هاد ميني كيكات ديالي. حتى الكيكه اذا عملتوها يعني بحجم عائلي غادي ديروا نفس المراحل اللي كنعملوا في هكا ميني كيكات. ذوبت الشكلاط الاسود بدون زيت، يعني كناخذ غير الشكلاط اسود وكندوبو. الشكلاط ديالي وضعت ملعقة من الكراميل، ممكن توضعوا دانيت كراميل، ممكن دانيت شوكولا اللي كان زينت بهذا الشكل. هكا كنزين الوجه بالشوكولا، ما كنغطيش الجوانب، كنخلي هكا هابطين بحال الدميعات وحيده هكا. الا بغيتوا تزينوا غير بالكراميل ايضا كيجي التزيين بالكراميل كيجي رائع رائع جدا. وميني كيكات ديالنا كيكونوا على هذا الشكل دائما التزيين كيبقى اختياري بهذا الشكل كيجيو من الداخل. صدقوني هاد الخليط اللي عطيتكم ديال كيك الشوكولا فاحسن خليط ديال كيك ديال الشوكولا ممكن تحضروا. كيجي هشيش، كيجيو كيكات اللي رائعين رائعين به. وكنأكد لكم كيف عملتهم صغيرين كيف عملتهم كبيرين، كيجيو ممتازين ورائعين. غادي تشوفوا معايا بعد ما قسمت معاكم اللي مزينه بالشوكولا من الداخل كتجي على هذا الشكل. كيجيو طالعين هكا القياس ديال 2 سنتيم، كيجيو هشاشين زوينين لذادين بزاف بزاف، وفي الاكل ديالهم خفاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، متاكده مليون بالمئة غادي يعجبوكم، غادي يعجبوا الاسره ديالكم ووليداتكم. كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحه والعافيه. استودعكم والله، دمتم في رعايه الله.